التواصل يستمر أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. هذه انطلاقة شوطنا الخامس عشر رقم 15. هذا شوط يسير مخصص لفئة البكار لهذا السن، سن اللقاية. نبدأ ونتعرف وإياكم مع هذه السبق التي تتواجد هنا معنا في صلب المنافسة ومع المراكز الخمسة الأولى المصرح لنا بإذاعتها. البداية والمقدمة مع الراسية. الراسية من تحتل المركز الأول. الراسية هي من تتواجد على أول المراكز لهجن الشحانية، تضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري. نقلتنا مباشرة إلى المركز الثاني. ومن تتواجد على المركز الثاني هذه تنبيه، تنبيه لهجن الشحية قيادتها وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نتقدم ونتعرف وإياكم على المركز الثالث. المركز الثالث من تتواجد فيه هذه هي مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هذه مزنة أو هنا نجوم. هذه نجوم لهجن الشحانية تضميرها مع المضمر محمد بن خالد العطية. ننتقل للمركز الرابع. ومن تحتل المركز الرابع هنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هذه نجوم. أما المركز الثالث تتواجد فيه مزنة لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يقودها بالتضمير. المركز الرابع نجوم لهجن الشحانية أيضا مع محمد بن خالد العطية في تضميرها. والمركز الخامس تتراجع قليلا الراسية لهجن الشحانية، تضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. هدعناها على حضراتكم وعلى مسامعكم، وبنعود وإياكم إلى نجود أو نجوم. نجوم من تحتل المركز الأول، هذه نجوم تعود ملكيتها لهجن الشحانية، تضميرها مع محمد بن خالد العطية. هذه نجوم من تتقدم هذه الجموع وتتحكم في زمام الأمور. ولكن نعم مزنة، هي مزنة، مزنة مزنة وليس نجوم. نجوم في المركز الرابع، ولكن هذه مزنة لهجن الشحانية، تضميرها مع محمد بن خالد العطية. يا سلام، هي من تحتل المركز الأول. المركز الثاني تتواجد فيه تنبيه على المركز الثاني، تنبيه تعود ملكيتها لهجن الشحانية وتضميرها مع السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقودها في التضمير. ننتقل للمركز الثالث، ومن تتواجد هنا مدركة. مدركة على المركز الثالث، تعود ملكية مدركة لهجن الشحانية وحمد بن علي بن حلفان المري من يتواجد في تضميرها. هذه نجوم على المركز الرابع، نجوم لهجن الشحانية ومضمرها محمد بن خالد العطية. وعلى المركز الخامس تتواجد الراسية لهجن الشحانية، أو دخول هنا على المركز الخامس من قبل حربة. حربة على المركز الخامس لهجن الشحانية، تضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري. هذه نتيجتنا في ندائنا الثاني مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة المسموح لها بالإذاعة والنداء. نعود وإياكم، نعود إلى مقدمة الشوط. نعود وإياكم إلى تنبيه، تنبيه على المركز الأول. هنا تصدر هذا التنبيه وتعلن كل المشاركين بأنها صاحبة هذا الشوط، وتنبه أيضا بهذا التنبيه العام والمباشر هنا على أرضية هذا الميدان بأنها صاحبة هذا الشوط. تقول أنا صاحبة هذا الشوط وأنا أنبه على من يشارك معي في هذا الشوط. 2 كيلومتر، 2 كيلومتر، وتنبيه. هي من تقود هذه الجموع، هجن الشحانية هي من تمتلك تنبيه من تحتل المركز الأول، وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الثاني مزنة، مزنة لهجن الشحانية وتضميرها مع محمد بن خالد العطية. وعلى المركز الثالث الوصول هنا من مدركة لهجن الشحانية وتضميرها أيضا مع حمد بن علي بن حلفان المري. وعلى المركز الرابع وصول هنا من حربة. حربة تصل هنا على المركز الرابع وأراها تقترب رويدا لهجن الشحانية وتضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري. ولكن دخول
دخول اسم جديد. مشغلة مشغلة وصلت وصلت مشغلة مشغلة تصل في هذه اللحظات لهجن الشحانية وتضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري. هذا هو نداءنا الأخير للمراكز الخمسة الأولى، وبنقول 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 1200 نشارف على لائحة 1200 متر الأخيرة. القيادة مع مزنة، مزنة من تحتل المركز الأول، مزنة من تقود هذه الجموع لهجن الشحانية وتضميرها مع محمد بن خالد العطية. ولكن دخول 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 من مشغلة، مشغلة من غيرت في هذه اللحظات، هذه مشغلة يا سلام، مشغلة من غيرت الأمور واحتلت المركز الأول، هذه مشغلة من تحتل المركز الأول. مشغلة يا مشغلة، مشغلة مشغلة بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. يا سلام. إذا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هنا 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 مشغلة من تحتل الصدارة، ويريد ويريد سالم بن جابر بن فاران المري يريد تدوين وتسجيل هذا الشوط، كما سلى أيضا تقريبا 10 أشواط في هذا المساء أو 11 شوطا، وهذا هو 12، يريد تدوينه وتسجيله باسم مشغلة. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا شوفوا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، وصلت 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 الراسية 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 الراسية، الله، راسية بهذا الأداء، راسية بهذا العرض. وبنقول سلامنا وتحياتنا لميدان الشحانية ولهجن الشحانية عموما أيها الإخوة الأفاضل، ونهني ونتقدم بالتهنئة لسالم بن جابر بن فاران المري، وسلاماتنا له مباشرة للمرة 12 على التوالي في هذا المساء. هذه الراسية مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل تحسم الشوط من صالحها، تهانينا والناموس لهجن الشحانية الثانية موصولة للذهبي سالم بن جابر بن فاران المري المركز الثاني، تصل على المركز الثاني مدركة لهجن الشحانية المركز الثالث، وصلت فيه حربة لهجن الشحانية المركز الرابع، تصل مشغلة لهجن الشحانية المركز الخامس، وصلت فيه مزنة لهجن الشحانية. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هذه كانت نتيجة أشواطنا في هذا المساء وهذا الشوط بالتحديد. مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، كان وصول من الراسية من وصلت واحتلت المركز الأول، ونقطتنا 13 لهذا المضمر سالم بن جابر بن فاران المري، 13 نقطة حسمت من صالح هذا الشعار. ومع هذا المضمر 8 دقائق 8 ثواني 74 جزء من الثانية، هذا هو توقيت الراسية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية الثانية موصولة للذهبي سالم بن جابر بن فاران المري، 8 دقائق 8 ثواني 92 جزء من الثانية، هذا هو توقيت مدركة. تهانينا وناموس لهجن الشحانية الثانية موصولة لحمد بن علي بن حلفان المري، أما المركز الثالث فوصلت 8 دقائق 12 ثانية 28 جزء من الثانية، هذا هو توقيت حربة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، كما نهني سالم بن جابر بن فاران المري. إذن 13 شوطا دون